ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أنكسوشيرنا كتابك الرحبية في علم الفرائض كعشر كي شلي أدن بيي وأسباب الميراث أنكسو هذا الني aan wax yar uga laabanayna shardigi oo waxaan dhihi rabaa sababkii afraad oo yiri sababta aan u sheegay waxa weeyeen baytul maalki inuu san tandim sanayn nashas wax yar oo xaashiyada faa'ido muhiim ah ku sheegay faa'idadaasuna waxay tahay sida loo soo yahay dhalka waxa loo qaybiya dadka wax dhaxla ashaabul furud أمس أهل الفرض يا أهل التعصيب مركا هدي سلتشوغان مركا هراء سيدا نبكي الدون مركا بابكي جارنو أهل الفرض كوحي إليه هنا لسينا سيدا نبكي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكري مركا لسيو وحي صاهرة أي عصبة دي مركا الله قايبين سيدا يليه الله كلا قايبين هدي لوايه عصبو محل سميا هدي عصبا لوايو اشا سو وحا ويان او كقبتي بقريغو حاشيه دا وخو يري فان كان منتظما ورث عندنا على الارجح فيقدم على الردع وتوريث ذوي الارحام هدي بيت المالكو ويهي ميت منتظما او نظامسان oo waxa weeyaan lagu bixinayo dariiqii sharciiga ahaa haduu yahay asaga la siin loo leexina ayadoo ay joogan ahlul fard ahlul fard ay joogay waxay qaateen nasiibkoodi inta ka soo hartay asaba waa loo waayay baytul maal kale soo shubaa haduu muntadam yahay waa sidaas hadii laakiin la waayo بيت المال او نظام سن waxaa lagu celina ahlul farad kiya lagu celina ayagii aan loo soo celina inta soo harto casaba loo waayay ayaga nasiibyalkoodi loo soo celina marka ayay hadana loo qaybina laakiin kuma jiraan zawjan labadaas wax lagu ma soo celsho wax kale ahlul farad haday joogin ayaga lagu soo celina hadii la waayo ahlul farad wax lagu soo celiyana وحويان وحلصينا للأرحام ذوي الأرحام ذوي الأرحام فوضتك عن أهل الفرد كان أهل عصبادنا أهل قرابادا كلا سيدة أبتيالك الخال وارث من الله وارث له أحديث كما بيقى صلى الله عليه وسلم ثابتك الخالة بمنزلة الأم وأحديث كما بيقى صلى الله عليه وسلم مركة أبتيالك هابر يراه إيدوينك ضدك أسوي قوة سألوكي ka misal aad sidaas fiican uga hadlay sida loo kala hormarinay saas tahay hadii baytul maalki nadaamsan yahay isaga lagu celina mar hadii la waayo casabo marka ay fardhu xooda qaataan hadii baytul maal nadaamsan la waayo waxa la hormarinaa ahlul fardka in lagu celiyo hadii la sameeyna hadii ahlul fard ay sanba joogin oo meedki waa dhintaantii oo dhamaaba taalaba ama ahlul fardka joogay waxa weyn sawjanka ayagana wax lagu ma celiyo markaas waxa weyn dawlad xamka basii ويمنع الشخص من الميراث وحدة من علل ثلاث رق وقطن واختلاف دين ففهم فليس شك كاليقين هل كان وحك قليا موانع دي قف كان مركو السببتي وحكو دحل لها هلو كد وعدع كرتا إن وحوي وكوكو مانع وديدة بحلك لها سيا دع كرتا مركو قف وحد دحل يوحال الربا إن سببك وحكو دحل لها قائم يهي أو السجن يهي مانع إن ماش أكبح مركز واحد دحل كرا لكن أيضا صبك جو قد مانع إيماده أحمد دحل لي وير ويمنع الشخص قفك وحا أديدي من الميراث دحلك واحدة مد واحدة داس من علل إلوين كمدا إلوين كو ثلاث صدحة ويمنع الشخص قفك وحا أديدي من الميراث دحلك واحدة مد واحدة داس من علل إلوين كمدا إلوين كو ثلاث صدحة رق أي أديد يده الأول متك أوهر يا مسي أحدها ثلاثة متكاد أحدها ثلاثة متكاد رق أضان موي
وثانيها من طلباتنا قتل دلوي وثالث وكان صدحاتنا اختلاف الدين والدين كاستخلافة فافهم فهم فليس الشك شك ولا متمأها كل يقينه باشا صدح ذا مانع أيات ديدة مانع أوه ريا وحويان خرق الضنم قفك أصغو سبب كي حيستا ومثلا وزوج واحد انت وزوج كيدي سبب أي وحكودة حشوها يساو زواج كوي هذا الضوم تهي مانع أكوكو من زوج كيدا تحلمي أما ابنك يا ميشن شوك أبيه سا بنتي أبيه سا بنتي ما هو رحلي يوم يدام الضوم يهي ما رحلي الضوم كاس كل اسكدر انت الضوم نعيال لها كل قد حبا ما رحليان عند الشافعي حبا ما رحلي عند المالكية يا حنفية هل ميضا الله سوق الاسين يجير شرحة أيانا في الضوم وحوين متك لسوق الاسين يهي ومبعضك متك بعضنا حركة بعضنا كاها الضوم مركا الضونكا وماري أبي صدود انت دحلما هو يديس دحلما وحو ينقفك سببه كل دحلا هو هايستي ما دحلاي ما دحلاي وامد داسم كان كالاتنا وقتل دلوي قاتلك مقتولك سما دحلو أساقا يدلي قفك ودحلك سلاحا ويلا أبيس بدلي أما سوى وحو ينزوجي يا زوج كيديد شيء ما دحلاي قفك قفك أساقو الدلي ما دخلاي دلكاس ان شافعيدو ايغو وي كخيل ديرادان waxay leeyihiin ay sabab haduu dilka ku yeesho meel haduu ka soo galo ma dhalay kasu u dilay kama u dilay shifal amdi u dilay qaaday isagoo meel fariinta loo keenay uu shaqiyo xubmi in la dilo marqaati loo sheegay inuu qof dilay arkay markaas marqaati loo keensado war ma arkay qofkan qofkan inuu dilay waa arkay waa lagu dilay khalas hatta haduu marqaatiga taskiyeeyo أبيسم اللي هي يستوي واحد واحد لوجدرو مرقاتيال لكن مرقاتيال كي مركز تسكي وبعضه يا يقان اللي واحد لديه ولا يقان مرقاتيال كان قاديك ويرو يرور محاد كتقامة مرقاتي قالانو ليه وعادرين ساس لوجدري خلاص ما تحلي هاي المرقاتي والسبب نقض إلا الدرو أو إثباتي قتلها أيو تسكي حتى واحد لينا دكتور خبير أسوأه مال سكفرية ويل كيسي هذو كتشي حب برأي ونبري خبير نواها أو أقول إنتو ما دحلي على كل حال هذو أي سبب ملك صوغه ما دحلي سيدا سيري مذاهب تكلوا يسوق القلاف سين سيدا سوي القلاف سين وأنا أركض دون حاشية ده واحد كإشارة دون ما كان دول مرين كان كلا تنا وقت لا في الدين الدين كإسقلاف لا بد قفة ديس يسكت دين هين أو يسون إسلام نما وده هيسن أما يسون قال نما وده هيسن اسمه دحلان مسلم يقال اسمه دحلان hadda sidaas ay shafiicidu ayuu la jeedaan gaal oo dhan oo isku diin qaban shafiicid ee muslimna waa muslim haddii muslim waa isku diin taas waa shaki ma khilaafna kama jiro marka ma isdhaxlaan ma isdhaxlaan laakiin way ku khilaafsan madaahibta kala to oo waxay leeyihiin in hanabilado kala iyo diin diinuhu waa waxa weeyaan islaamnimadu waa diin yahuudnimadu waa diin gooni nasaaradu waa diin gooni wixii ka soo harayna waa diin gooni لذا ساس دراد ديدا وحوين وحي ليهين دين كاستلاف كيسا وحويان يهود نمدوا اسكو دين واسلح لايه لكن يهود ايا النصارى اسلح لما ايا يهود ايا النصارى مد يهودية ايا من نصرانية ما اسلح لايه ما اسلح لايه سيدا سيدي ماركا هو النوع عاس فافهم فهم اويري فليس شك وشك والله مد ما هنكل يقينه باشا ايه وحبصه أقول وحن ليهي محمد ابن محمد ابن أحمد سبد المارديني ويشرح إسكالها أقول وحن ليهي يولي ويمنع الشخص قفك وحا أديدي الوراثة ويمنع الشخص قفك وحا أديدي شخصك الوارثة وحدح ليهي من الميراث دحلك وحا أديدي بعد تحقق سببه سبب كيسي مركو حقيقو بيك قبال علال علوين ايه أديدي إلو إذا التصفى مركو كسفوه الوارث قفك واحد حلي بواحدة مت مركو كسفوه واحدة داس منها إلى شك مدأ إذا التصفى مركو كسفوه الوارث قفك واحد حلي بواحدة مت واحدة منها إلو ينك كمدأ إلو ينك صدح ذا كمدأ إم تنع وحر ريبتوناريا إرثو دحل الديسي وتسمى إلو ينك سوحا لغمك عابا موانع الإرثي دحالك كوي ديدي أيا لغمك عابا المانع الأول
مانع أوه الرئي أرفق الضنموي بجميع أنواعه نعيالك ستمهنتو كل هكا القادم فلا يرث مرح الله الرقيق الضنك قنا الضن برح لأهاي قنا وحوين والضن وعملنا حرني ما كسوكري هذا الله ما بلان قادم ديبينو كحروبي شرط لكم حين الله ما ديهم دي وحصل هلاد حروبي وأسباب وأسباب حرمه ملك من سوقين وأضن أضن مدي سبرح لا هذا هاي وي قنم أضن برح لا كان هاي أو مدبرا أما ميت جدال لك حري هاي مدبر كواحد وين وحلا يري مر كان بين تاد حرت سيد كيس عتق كيس وحو كحري جريديس مدبر وين أو أمس مكاتبا هاي مكاتب كان واحد وين سيد كيس وحو كله هالشيء لقال قدر جوان إنه ديب هدو ديبر وحروبي وغير انت سمال ما قد يكن تحرب وايها وكو كينوي مال كاس قدر كاس انت اس وقت كاس دي قدر كاس انت اس دي ساس ايدو لو هيشيه ايا وحا ويان ابي سدنت مكاتب كاس حبا دخل ما اما ولان كيس انت او مبعضا ميد لك لجبلي هي ميد لجبلي او قبل حركة قبل ما اظن كي او مثلا حيكو امانيدا نين فقيره اما قبر فقيره اي يقف كلا اسلالها قفك فقير كها أي بعد جسي حري أو يري أنا أضن كان أنت أن كلها حروي وأنا وضلا هاي بس أضن كاسمر هذه قفك قيبت كحري وهي فقير أستصعي وحلا لي صار شقي بعد جي كله مركب بعد جي كله تنا ولا لي بعدنا حروي مركب وحي وصار شقي بروح أسكال هذه قفك لها بركة كله تو ملكينه بركة سو ملكي أي الربعين أسكون كذا هذا هم تمرك كاسكر ويا كرا inta kale hantuma yeelan kara laakin kaas hantidu yeelan kara sababtoo hantidu wuxuu ku yeelan bad barkiisa xorta laba qaab ayay sameeyaan inuu yiraahdo maalin hibla waxa shaqeeydana anaale maalin hibla waxa shaqeeydana abaale oo nooba ay sameeyaan kaltama iyo inuu yiraahdo mar walba waxa soo shaqeeydan barkiga leey mid kasta hadii la yiraahdo waxa weeyaan in qadoon kal hadduu dhinto qof oo dhalkiis u lahaa waxba ma bacad kaan ma dhaxlay sida adoomada kale ma isan wax u dhaxlay ma dhaxlayo een sababta loo diiday marka adoon inuu wax dhaxlo waxay tahay adoon wixii uu gacantii milkiisa soo galay isla markaasba ala duul waxa milkiisa sayidkiisa iska hadii la yiraahdo adoon kaan wax dhaxlo dadka mesela aabiisa inta ha dhaxlo hadii la yiraahdo hantida adoon kaan la yiraahdo la si isla markaasba sayidka iska sayidkuna ajnabi inuu ka yahay u badan tahay waxa weeyaan qofkan uu dhaxlay adoon marka waxay noqoyda in dhaxal la siiyo qof ajnabi ah تكره ده مكوا قعده لكن مبعد كان مثلا فيري مبعد كانوا كلا هدي لا يرهدو مركي اما ابيس بنت اما ويلو دلا بنت قف ودخلكي سلاهايا دنتي حدخلو هدي لا يرهدو او نس كان او حرت كيهي وخا كو دخلو مركو هانتيد ملكيو لبا ما ديمت هدي اول كلتمايين او اول اي كو هيشيين وقتي هبل واحد ملكيدان عناله ما لهبلنا اضاله واحد عاد اني كو سو اده مالينكي سيدكو اسكلا marka dhalka la helay sidaas marka waxay noqoyda halkan qof ajnabiga ay u gudubtay oo is qaadanay tan labaad hadaysan ku heshiin inay kaltamaano wax weyn wax ala wixii soo galaba markay soo galaan ay u kala barmaayeen wixii dhal uu soo qaado bar u qaadanay ajnabiga marka markasta waxa ka iimaana ajnabiga inuu dhaxlo qofkan marka waa mamnuu marka adoonku wax ma dhaxlo sababtu wax dhaxli wayna waa nuucas oo qof ajnabi ah intii qaadan ila sidii qaadanay أو معلقا مثل حري هي أضن كاسو إتقه حرينتيس بصفة صفة الوحري صفة الوحري أو مثلا على ربيشة ذي الحجة ما كان يلاطو حرات ما كان أسقه السجناء ذي الحجة أي رمضان كان وحى وحى وين لنطي قف أو هردي سيا ولا حلكي سولها ما حد حلمه وأضن صوت ما أنت عضيل له والحال الله سيسيت في سقاطة من تذا أو أما سموسا مثل دردار ما بيتقه حرينتيس هاي أضن كاسو أو قف كي سيد كيس كلا هاي يرهدان لنطو waa weyn adoon kaas hal xoreey oo ama umma walad umma walad hay umrad walad kana waxa weeyaan adoonti oo sayidkeedii iska laha uu ka ilmo dhalay mar hadduu sayidku adoontiisa ila waa u banaato waa xalaale hadii ilmo ay u dhasho oo ilmo makhluuq quqo la abuuray oo la suuriday oo loo jeedo banu aadana ay u dhasho khalas umma walada la yiraahdo ma banaana inuu sii gada ma banaana inuu qof siiya ma banaana nuu milkiisa inuu ka wareejiyo lama ogola markuu dhintana cala duul iskaga xiroobay uma baahna in la xoreeyo mar haduu dhinto uma walad maxay leeyahay in anna mujibal irthi
لأن موجب الإرث ما حلك شيء واجبية الحرية وحرية الكاملة.